Hello. Hello, everybody. Welcome to Zamalek TV channel, and I would like to welcome you in your second home. طبعا رحبت بيه على شاشة قناة الزمالك ورحبت بيه في بلد تاني مصر. هو excited جدا ومتحمس جدا لوجوده هنا داخل نادي الزمالك وداخل مصر ودي بلده التانية زي ما أنا قلت له. Be here again. طبعا سألته عن علاقته بنادي الزمالك وعلاقته بمشجعين نادي الزمالك، يعني لحد دلوقتي المشجعين بيعملوا له منشن في الستوريز وبيتنزلوا له بوست. هو قال لي ان علاقته بيهم كويسه جدا من اول ما وصل النادي، بداوا عملوا له فولو وبداوا طبعا يتابعوه، وفي حب كبير قوي بينهم، وده اللي مخليه حاسس ان هو يعني ممكن طبعا يجي تاني نادي الزمالك. He's my friend. My real friend and طبعا كان كابتن اشرف رشاد، هو قال لي ان هو صاحبه جدا وان هو اتعلم منه كتير. هو قعد هنا شهر بس اتعلم منه كتير وهما دلوقتي بقوا صحاب. Was one month but it's amazing coach and amazing was really good. I سألته طبعا عن متابعته لفريق السنه دي وان هما برضو حققوا الانجاز طبعا بفوزهم بالدوري والكاس. قال لي ان احنا اشتغلنا السيزون اللي فات على المينتاليتي دي او على العقليه دي، ان احنا نبقى نشتغل جامد يعني وندي جامد في الملعب، وهم استمروا على نفس الاداء ده. هو ما اتفاجئش طبعا بالاداء بتاعهم السنه دي لان هم كانوا بيلعبوا كوان فاميلي كعيله واحده، وده اللي خلى طبعا ان المكسب يكون بالشكل ده. And then we play like a family together. It's really difficult to beat. Yes, for sure. For sure. I really like here. طبعا ان هو مستعد جدا ان هو ينضم لنادي الزمالك وان هو بيحس ان هو ده بيته التاني، وده طبعا اكتر حاجه تخليه يبقى عايز ينضم لنادي الزمالك. Organize, but that's my wish. To Zamalek fans, thank you. رسالة طبعا يقولها لمشجعين نادي الزمالك ومتابعينه، طبعا بيقول لهم بيشكرهم طبعا جدا على متابعته دايما، وان هو سافر فرنسا ورجع وهو لسه برضو هم سبورتنج ليه وان هم معايا، فبيشكرهم جدا. And this is really important for me, for my family, for my life. Yes. We had a problem. سألته طبعا عن في بيقولوا ان في مشكلة وان هو كان هيتقدم بمشكلة او بشكوى يعني ضد النادي عشان المستحقات المالية وكده، لكن هو قال لي طبعا ان دي حاجة كانت خارج ارادة الناس هنا داخل النادي. النادي هنا عمل كل حاجة، بس هي كانت مشكلة عن الحجز عن الأرصدة والحاجات دي، هي دي اللي عملت المشكلة، لكن هو مستعد ان هو يستنى وده نادي ما عندوش مشكلة في الموضوع ده. Yes, I already sent it to them. سألته يحب يوجه رسالة للعيبة في تونس، قال لي بالفعل هو بعت لهم النهاردة مسج على الواتساب على جروب واتساب هم عاملينه وبيشجعهم، مش بيتمنى لهم الحظ لأن مش الحظ اللي في اللعبة، هو بيتمنى لهم إنه على قد ما هم تعبوا إن شاء الله هيقدروا يفوزوا. They work a lot, they have a good players, they have a good team, so just good job. Enjoy the championship and it will be really really good. Yes, yes, we keep in touch. سألته طبعا عن رسالة يقولها لجهاز الكرة الطايرة كابتن علاء فهمي، قال لي ان هو برضو صاحبه جدا وان هما بيتكلموا دايما، وتصريح اخير قاله ان هو عايز يرجع نادي الزمالك. Just a good job, enjoy everything. مش اي مشاكل خالص مع جو، ممكن انت سالتيه طبعا. هو الراجل عارف ان النادي بيمر بازمه بحجوزات على الارصده، وان مش النادي الموضوع مش موضوع تاثير، وما كان عندهم امكانيه ان هم يحولوا له، ومحولوا له من شهرين ثلاثه تقريبا فلوس في حسابه الحمد لله، وفاضل له حاجات بسيطه، وهو اللاعب متفاهم دوت، ويعني هو مستني اما الامور تتحسن ان شاء الله يبعتوا له بقى فلوسه. يعني انا اولا عايز اطمن جمهور الزمالك، لان يعني مجرد ما شافوا وعرفوا ان هو جاي يعني كميه رسائل وكلام ان هو يروح للنادي المنافس والكلام ده، انا بطمنهم جواو زملكاوي ومش هيلعب في مصر غير في نادي الزمالك. دي كلها اشاعات مغرضه، لكن هو الولد حابب جدا في اي وقت ان هو يرجع الزمالك، هو تحس ان هو يعني ابن النادي يعني. ان شاء الله جواو في الزمالك قريب ان شاء الله. طبعا جواو لعيب يعني من طراز فريد، يعني لعيب عالمي، والحمد لله انا متابعه على طول في حتى في الدوري الفرنسي، عمل ماتشات هايله وعمل سيزون كويس جدا الحمد لله، وكان جاي له عروض قويه السنه دي الناس ما تعرفوش، كان جاي له توب فور في ايطاليا وتوب فور في هولندا، وكان جاي له عرض في الامارات. جواو من اللعيبه اللي هو يمتلك منتاليتي عاليه. انا عايز اقول اللعبة كلها زعلانه جدا ان جواو جاي يوم وماشي. كانوا عايزين ياجل لغايه ما يرجعوا من افريقيا عشان يبقى، بس هو يعني عنده مشغوليات مش هينفع يقعد، ماشي بكره راجع فرنسا، هيقعد 3 ايام في فرنسا وبعد كده راجع البرازيل.